وفي وقت لم تمر عليه فترة طويلة كانت الأنهار تتدفق بيضاء محتفظة على نقائها، والأسماك تلعب وتقفز من مياهها أحيانا للنظر إلى العالم الخارجي، وكانت الغابات الكثيفة تسمح للشمس والثعبان تختلط النظر من خلال أوراقها، وكانت الحيوانات تتجول خلالها بكل حرية بحثا عن الغذاء والأصدقاء. وبعد ذلك فإن هذه الغابات أصبحت موطنا لعدد من الأنواع الحية المختلفة، حيث أن المحيط الكثيف لا أصبح مقبلا للرجال الذين قدموا بأسلحتهم وبنادق بغية القتل والجرح والإبادة، فقام رجال أقبياء وطماعين بتدمير الغابات بلمحة واحدة رغم أنها قضت وقتا طويلا للنمو والازدهار. جو میں نے پچھلے 15 سال سے دیکھا ہے اس میں بہت جیسے ملٹنسی سے بھی بہت متاثر ہوا جنگل حالات سے خرابی کیا ہے یہ کاٹ لیا جب بہت دہشت گردی ہوگی تو لوگوں نے کاٹ لیا. كما ان فقدان الحالة الطبيعية قد اثرت على السياحة ايضا وعملت على انكماش فرص الوظائف القليلة المتوفرة وزيادة الضغط على بقاء الغابات. عوام کے پاس اس وقت گزارا کچھ نہیں، یہاں بھوکا مرتا ہے لوگ، اس وجہ سے جنگل چوری بھی جاتا ہے اور اسی وجہ سے کوئی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے. وليس ذلك فقط بل ان الدمار قد قدم بطرق عديدة، وذلك عندما دمرت مزار شريف التي كان يعود تاريخها الى المئات من السنوات في 11 مايو 1995 من قبل المحاربين الاجانب، كما ان النيران احرقت جميع المباني الخشبية في المدينة حيث احترق اكثر من 1400 بيت بجانب المزار، فكان هناك ضرورة لبناء 1400 بيت مرة أخرى، ولأجل ذلك كان يتطلب توفير أكثر من 250 ألف قدم مكعب من الأخشاب، حيث أن الحرب عملت على قطع الآلاف من الأشجار بسببها والعقول الفاسدة غير المسؤولة. كما أن مزار شراري شريف كان آخر مكان لراحة الشيخ نور الدين أونندريش القديس الشفيع لكشمير والمحافظ الكبير للموارد الطبيعية والذي نصح به أتباعه. أن بوش تلي يلي وان بوش. You will get your bread only if your forest is lost. كما أن دمار مواردهم الناشئة قد عمل على أن يدرك الأهالي استنفاذ غاباتهم. جنگل جب ہوگا تو ہمیں سعادت ملے گی، اس سے جنگل سے ہمیں ملتا ہے سب سہارا، جب جنگل نہیں ہوگا تو آن بھی نہیں ہوگا، زمین میں کچھ نہیں بنے گا، سب رشتہ جنگل سے ہی ہے. جیسے ہم کو لکڑی ضرورت ہے ادھر کشمیر میں، ہم جلانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے بھی، مکان بنانے کے لیے، سب کے لیے لکڑی چاہیے، قسم قسم کی لکڑی. حيث أنه وبالنسبة لهم فإن الغابات كانت تعتبر هامة لأنهم كانوا يسدون بحاجاتهم نحو قطعة الأخشاب والوقود وعلف الماشية والمياه، وكذلك بسبب أنهم كانوا يسدون بها رغباتهم النفسية، حيث أنه وبالنسبة لهم فإن العالم بدون الغابات سيكون عبارة عن صورة زائفة. جنگل میں بیٹھ کر ہمیں ویسا چین لگ رہا ہے جیسا ماں اپنے بچوں کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے، سکون ملتا ہے. ولذلك ربما يبذلون جهودا شاقة لإعادة خلق غاباتهم. وفي قرية خودلو بالقرب من يوسماق تم غرس أكثر من 103 مليون شجرة من قبل أهالي القرية كجهود تطوعية، وذلك بإرشاد ودعم من قسم الغابات الحكومية. 20 لاکھ بوٹے تو میں نے اس طرح ان کو سمجھایا، یہ تو چیئرمین صاحب ہمارے ہیں تو انہوں نے خود بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ تو ہمارے بچوں کی فوائد کے لیے ہے، جنگل کاٹنا تو ضروری نہیں ہے، اگر تو جنگل بن جائے تو ہمارے بچوں کے لیے بھی فائدہ رہے گا، اسی لیے انہوں نے سمجھا اور ہمارے کوآپریشن دے دی اور ہم نے ان کو تیار کر لیا. واليوم عندما يشاهدون نمو تلك الأشجار فهم يشعرون بالفخر. اتنے جنگل کاٹے گئے نہیں تو کہاں کون کاٹے گا، آج کیوں نہیں کوئی کاٹتا زیادہ، کیوں نہیں کاٹتے آج؟ بالکل آج تو یہ بھی سٹرانگ ہے، ہم تو خود بھی سٹرانگ ہیں، اب تو نہیں یہاں کے لوگ گڑبڑ ہونے دیتے. وقد اضر اهل القرية للعالم بان الارض هي واحدة ولا نمتلكها، ولكننا نجد اثما لنا فيها وذلك بجانب جميع الاشكال الحية الاخرى، حيث ان جرحها ومعالجتها هي في ايدينا.